حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجان. راح فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 لننطلق معكم بمجموعة من الأخبار والمواضيع. مسي عليكم بالخير ومسي على زميلتي سام. حياك الله يا سام. يسعد لي مساك علي ويسعد لي مساكم مشاهدينا. مرحبا ملايين بكل من يتابع برنامج 7 على 7 اللي يطلع عليكم من الأحد للخميس المحمل بالمواضيع الجميلة والمتنوعة. مثل ما عودناكم طبعا برنامجنا المتنوع كل يوم يسلط لكم على الضوء على خبر معين أو معلومات كذلك تحتفي فيها أو مؤتمر أو احتفالات تحتفي فيها دولة الإمارات الحبيبة. ويكونوا إن شاء الله معنا أيضا ضيوف إن شاء الله خلال هذه الحلقات. أكيد. بنصير لأول خبر طبعا اللي أعلن عنه طبعا اليومين الماضيين كان هذا شغل شاغل أو خلينا نقول موضوع دارج في وسائل التواصل الاجتماعي حيث أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي لإطلاق مبادرة وطنية جديدة لإعداد وتأهيل 1000 مواطن وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة دبي وذلك في إطار الجهود الرامية لتنفيذ رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن ملف التوطين والتي طبعا بدأتها إمارة دبي بإطلاق خطة عمل الإمارة وطبعا اعتمدها السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس التنفيذي بهدف ضمان وظيفة لكل مواطن وتوفير الأطر اللازمة لتوفير وظائف نوعية وملائمة للمواطنين وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل وترمي أيضا المبادرة إلى إطلاق برنامج لتطوير المواطنين وتمكينهم في اكتساب أو من اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل وستركز على التوظيف النوعي في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية المضافة كالطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين والقطاعات المالية والصحية والتعليمية والذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاملات الرقمية البلوكتشين والعلوم المتقدمة. نعم مشاهدينا وتتماشى القطاعات المستهدفة في المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تشجيع الابتكار لخلق اقتصادي معرفي مستدام الأمر الذي يتطلب إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة هذه القطاعات الاستراتيجية وزيادة أعداد كذلك المواطنين في مجال البحث والتطوير وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل في المستقبل وفقا لرؤية الدولة للمستقبل وخططها الاستراتيجية والتي ستثمر عن خلق قطاعات اقتصادية جديدة. وتنطوي المبادرة مشاهدين على 5 خطوات أساسية تبدأ برصد احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة فيه كذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص حيث ستعمل غرفة دبي على تحليل الطلب الحالي واحتياجات السوق ومن ثم تحليل الفجوات في المهارات من أجل الخروج بالنتائج المرجوة للبرامج التدريبية. كما سيتضمن التحليل برامج التدريب الحالية والوظائف في القطاع الخاص. وثمن عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مبادرة إعداد وتأهيل المواطنين مؤكدا سعادته أن المبادرة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية مشيرا إلى أن حكومة دبي تولي اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية عبر حزمة من المبادرات التدريبية النوعية التي ترتكز على رفع كفاءة تلك الكوادر وصقلها بالخبرات والمبادرات الوظيفية التي يحتاج إليها سوق العمل مشيدا بالجهود المبذولة لغرفة التجارة وصناعة دبي في سبيل دفع الجهود الحكومية لمعالجة هذا التحدي وصولا إلى الأهداف المنشودة. طبعا فعلا نشوف أن ما شاء الله كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الحكومية تتماشى أو خلنا نقول تسعى جاهدا لتطبيق رؤية الإمارات ورؤية صاحب السمو الشيخ نعم محمد وأصبح ملف التوطين كذلك ملف مهم بالنسبة نعم لمجلس الوزراء الآن تتبعه أفعال مباشرة أكيد إن شاء الله. مواضيعنا كثيرة اليوم سام شو عندنا؟ أكيد مواضيع جميلة كثيرة وتقارير كذلك مختلفة معانا بنسلط الضوء على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وأيضا إطلاق استطلاع دراسة الأسرة بأبو ظبي لقياس الوعي الاجتماعي إضافة إلى طبعا وجود حضور مجموعة من الضيوف خلال حلقتنا إن شاء الله راح نتناول مواضيع عدة وأيضا تقارير متنوعة خلال هذه الحلقة. مشاهدينا غلاء الأسعار أو غلاء المعيشة عنوان عريض لمشاكل اقتصادية واجتماعية يعاني منها العالم عموما والعالم العربي بشكل خاص وأيضا لكل بلد خصوصيته وظروفه ولكن يبقى الغلاء
طبعا أزمة موجودة ربما في أغلب الدول العربية والعالمية. نعم مشاهدين، اسمحونا بأن نرحب بالدكتور مبارك حمد العامري، عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة والمرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة أبوظبي. مرحبا بالدكتور، نورت البرنامج. مرحبتين، انتم اللي منورينهم مشاهديكم. ما عليك زود. دكتور، في البدايه لو نتكلم عن اختيارك للشعار معا ضد غلاء الاسعار. والله هو يتوافق يطول هذا الماء، يعني خلينا نقول هذا العنوان العريض يعني خلينا نقول يمثل شيء من الاهميه لكثير من الناس. نعم. وهو طبعا هو حتى هو عنايه قادتنا العظام يعني من ايام الشيخ زايد الله يغفر له والشيخ خليفه يطول في عمره. آمين. والشيوخنا والحكامنا، وهو يعني خلينا نقول دومه يعني هو ظرف متغير. صحيح. مع الحياة. نعم. يعني يمثل أهمية الناس كثيرين خلينا نقول يطول في عمره. نعم. يعني وبالذات اللي يمثل لهم السعر شيء مهم. إحنا الحين الإنسان اللي عنده فلوس كثير عنده مالية هذا شيء راجع له يشتري اللي يريده ما عندك مشكلة معاه. بس عظمة الدول تأتي من الاهتمام بالطبقات اللي تحتاج دعم ومساندة. نعم. أو اهتمام خلينا نقول. نعم. إلى أي مدى؟ وهذا موجود مش إلا في الدول العربية، ترى حتى في أمريكا. صحيح. المتقدمة الأوروبية يتكون أكثر عناية يعني بالأسعار خلينا نقول اللي تمثل خاصة السلع والخدمات الاستراتيجية. نعم. نعم. دكتور، من خلال برنامجك الانتخابي وضعت ربما هذا الموضوع يعني من أو هذا المحور من أهم المحاور ضمن هذه الخطة، ما هي برأيك المتطلبات أو الآليات لوضع مثلا خطة معينة وضعتها أنت من خلال برنامجك الانتخابي لمراعاة هذه الفئة المتوسطة وأيضا الفئة اللي دخلهم محدود؟ والله يطول في عمرك احتياجات الإنسان الأساسية مفترض أنها تكون معروفة. نعم. اللي هي سواء سلع غذائية أساسية أو خدمات أساسية. نعم. من تعليم من صحة، وبالتالي هي بتكون محور الحديد يعني خلنا نقول يعني. نعم. هي الأساسيات الحياة مفترض أنها معروفة للكل وللجميع، ويفترض أنها موفرة للكل أو تيسر للكل خلنا نقول. نعم دكتور مبارك، لو ما في خيار انك تكون معاك او ما تكون معاك. صحيح اكيد. دكتور مبارك، لو تكلمنا عن عوامل غلاء الاسعار. والله وحده انا اللي لاحظتها من العوامل خلينا نقول على مستوى المواد الغذائيه. نعم. الامارات عندها تجربه قديمه وتاريخيه مع الجمعيات التعاونيه. نعم. عندما انشئت الجمعيات التعاونيه انشئت لهدف نبيل وهو عمل تطوعي. صحيح. اجتماعي لتوفير السلع الأساسية بأسعار واستراتيجيات تؤدي إلى أن يكون سعرها مناسب للكل. نعم. ومن يحتاجها، ولكن لوحظ عليها أنها انحرفت عن مسارها ودخلت في مجال التنافسية والربحية العالية، يمكن لأن المدراء فقدوا التواصل مع أسس إنشائها. نعم. والملاك اللي دخلوا على الخط وأخذوا أسهم فيها بعد غيروا من مسارها بحيث أنها أصبحت تنافس الأسواق العادية. صحيح. ترى الجمعية التعاونية هي تعتبر محدد للأسعار، يعني منافسينها يعني إذا كانت تقوم بدورها صح بيحاولون يقللون من أسعارهم على أساس ما يكون في فرق كبير بينهم وبين الجمعية. نعم. لكن الجمعية لا، فقدت مسارها وصارت هي تنافس التجار في الغلاء يعني. صحيح. نعم. أين يعني برأيك يعني نرى غلاء الأسعار في أي قطاعات أيضا أخرى غير الجمعية؟ والله هي مثل ما خبرت كي الشغلات الأساسية خلينا نقول سلع غذائية أساسية، خدمات أساسية، تعليم. نعم. طب يعني أنا الملاحظ بعد ترى الأفراد بعد لهم دور في غلاء الأسعار، التنافس. كيف؟ أو الوجاهة يعني خلينا نقول في مدارس ممكن تكون حكومية مجانية. صحيح. كثير من الناس ما يريد وبسبب غير معروف يعني يتوجه إلى المدارس الخاصة حتى لو أقل إمكانية أقل قدرات، ويخلي المدرسة الحكومية المجهزة على مستوى راقي ومحترم خلينا نقول. نعم. كأنه في مباهاة أنهم يروحون للقطاع المدارس الخاصة. صحيح. وبالرغم من ذلك حتى المدارس الخاصة يلاحظ عليها أنها أسعارها أغلى غالية يعني. نعم. يعني إذا تقارن ابتدائي أو إعدادي بدون ثاني هذا يعتبر قسط جامعي.
شو المنطق في ذلك انها تكون اقساطها؟ هل في اسباب تدفعهم انهم يغلون اسعارها؟ واذا في اسباب ممكن انها بعض الجهات يعني تحلها لهم بحيث انها تكون اسعارهم خلينا نقول مناسبه او تناسب المحتاجين الخدمه هاي. نعم وهي خدمه اساسيه طبعا، التعليم هو اساس يعني أكيد. في الحياه اكيد. دكتور، من هي الفئه التي ستتاثر سلبيا بغلاء الاسعار في المجتمع الاماراتي؟ والله مجتمع الامارات مجتمع مترابط الحمد لله، وبالتالي اي فئه تتاثر يتاثر فيها الكل يعني صحيح. بفضل الله يعني، والامارات بعد قيادتها والامارات كشعب شعب معطاء يعني، اذا يساعد الدول الاخرى في انهم يحلون مشاكلهم وخيراتهم يعني وصلت الى اقاصي الارض يعني الحمد لله. وبالتالي هذه حتى هذه هي الحمله هذه في يعني موازاه للنهج الحكومي اللي احنا متعودين عليه يعني. نعم. دكتور مبارك حمد العامري، مرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019 عن إمارة أبو ظبي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون يوم الجمعة الماضي معرضي في مقابل الصورة ومعرض إعادة تسجيل، وتأتي هذه المعارض ضمن البرنامج أو برنامج المؤسسة لخريف 2019 الذي يتضمن مجموعة من المعارض الفردية والجماعية التي تضيء تجارب مؤثرة في المشهد الفني المعاصر في المنطقة والعالم. المزيد في هذا التقرير. المعارض اللي تشتغل عليها المؤسسة نختارها بطرق مختلفة. هذا المعرض الفن أكرم الزعتري كان شراكة بينه وبين متاحف عالمية، فقبل ما يوصل المعرض الشارقة كنا عارضينه في متحف الفن الحديث في برشلونة وفي كوريا أيضا، ومعرض مهم كنا يعني على تواصل مع أكرم من فترة طويلة قبل المعرض على هذا المشروع واشتغلنا عليه مع مؤسسات ثانية، فمهم جدا أن يجيب وجهات نظر مختلفة للمعرض. وفي نفس الوقت كمؤسسة دورنا أن ندعم الفنانين الفنانين العرب ونقدر نوصل أعمالهم لمتاحف أخرى في العالم. معرض آدم حنين جزء من المعارض اللي إحنا نركز عليها في مجال الفن العربي الحديث، فاشتغلنا على معارض مختلفة من قبل، وكان المعرض بالتعاون مع مؤسسة مع المتاحف الشارقة، ومهم للمؤسسة أنها تقدم شيء مختلف للجمهور، لأن المؤسسة ما تركز بس على الفن التجريبي أو التشكيلي، بالإضافة إلى الفن التشكيلي نقدم أشياء مختلفة مثل الفن العربي الحديث، برامج تعليمية، أشياء ثانية. المعرض كناية عن تأمل بالصورة الفوتوغرافية بكل أشكالها، بالمعلومات اللي فيها، شكلياً يعني، بس كمان بكون الصورة الفوتوغرافية سجل ممكن يحتوي على أو ممكن يسجل لتواريخ متعددة، تواريخ الناس اللي فيها، الأماكن اللي فيها، بس كمان تواريخ الأحداث يلي أثرت بجسم الصورة نفسه، يلي سببت تمزق أو اللي سببت تجاعيد على النيجاتيف مثل اللي عم نشوفها بالخلفية مثلاً. كيف الواحد ممكن يتأمل بهالكيان العضوي اللي هو الصورة الفوتوغرافية يلي بيرافق الناس بكل محطات الأساسية بحياتها، وكيف ممكن يحكي التاريخ من خلال هذه الصورة؟ المعرض بشكل عام هو عن فكرة أو يرتبط أو يتناقض يعني يتناقش مع أو يتناول فكرة المؤتمر القاهرة للموسيقى العربية بسنة 1932، لكن هذه هي نقطة البداية يعني الحوار يبدأ من فكرة المؤتمر. وعملي أنا بالذات هو عن في سنة 32 وقت المؤتمر، وأيضا كان سنة اكتشاف النفط في البحرين والخليج بشكل عام، ففي المؤتمر نفسه ما كان في أي تمثيل للخليج بشكل عام موسيقيا يعني في المؤتمر. فعلى مدى السنين أفكر يعني ليش ما كانت في دعوة إلى الخليج، لكن في نفس الوقت بما أن سنة 32 كان اكتشاف النفط في المنطقة قلت أن أربطها بموضوع النفط يعني. فالعمل الفيديو هو مثل شبح للموسيقيين الشعبيين في البحرين يتساءلون عن سبب غيابهم عن المؤتمر، لكنهم
يعني غيروا الموضوع بأنهم يربطون الغياب حضورهم يعني بالاكتشاف النفط وأنهم لهم علاقة بالتفكير في المستقبل يعني، فكأن الموسيقيين هم اللي يبنون المستقبل في العمل نفسه يعني، من وجهة نظر شبح يعني في العمل. حياكم الله مشاهدينا. تبدأ فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني يوم غد الثلاثاء الموافق 1 وحتى 3 أكتوبر الجاري، وحيث يمكن للناخبين من خلالها التصويت قبل موعد اليوم الرئيسي للانتخابات. اسمحونا بأن نرحب بضيفتنا في الاستديو أحد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة الفجيرة الأستاذة صابرين حسن سعيد محمد اليماحي. مرحبا بك، نورتي البرنامج. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. إن شاء الله. حياك الله أستاذة صابرين، نورتينا الله يحفظك. بداية يعني ماذا ما الذي تسعين إليه من خلال هذا البرنامج الانتخابي، وما هي الخطة العامة التي وضعتيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي أسعى من خلال البرنامج الانتخابي هو ما يسعى لكل مرشح وكل مواطن بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللي هو تحقيق رؤية التميز اللي تسعى لها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة النطاقات وكافة المجالات. خدمة الوطن ومواصلة هذه الخدمات المجتمعية اللي أنا يمكن بديتها من زمن، حتى عن طريق وظيفتي وعن طريق الأعمال التطوعية، هو كان دافعي من خلال برنامج الانتخابي. نعم أستاذة صابرين، سلطت على في محورك الأول في برنامج الانتخابي، سلطت الضوء على الأسرة وتماسك الأسرة. خلينا نتكلم عن هذا الجانب. الأسرة هي نواة المجتمع. أكيد المجتمع عبارة عن أسر، والأسر عبارة عن أفراد. فإذا استقرت الأسرة واستقروا هالأفراد تعليمياً وصحياً ونفسياً ومادياً، تستقر معك المجتمع بشكل تلقائي. صحيح. وبالتالي الدولة تتميز الدولة وتستقر بشكل نهائي. فدائماً نسعى لتحقيق رغبات الأفراد على كل على حدة داخل الأسرة من أجل تحقيق هذا الاستقرار في كافة مجالاته. ممكن تكلمت أكثر في البرنامج الانتخابي أو سعيت لأنه يكون استقرار التعليمي. احنا عندنا الحين فئه من ما شاء الله قطعنا باع طويل جدا في التربيه والتعليم، في التطور في هذا المجال من خلال تطوير المناهج الدراسيه، من خلال المدارس، نوعيه المدارس اللي يدخلونها العيال. توجد بعض العثرات امام الطالب اللي تعيق التقدم اكاديميا من خلال بعض الامتحانات اللي ممكن تكون مفروضه عليه من قبل مؤسسات تعليميه عليا. محتاجين شوي إعادة نظر في هذه النقاط. نعم. علشان يستمر الطالب إن شاء الله في تعلم الأكاديمي. نعم. بإذن الله تعالى نحن أكيد إن شاء الله مستمرين معك وننتقل إلى المحاور الأخرى، ولكن بنطلع لي هذا الفاصل الصغير وبعدها راجعين بإذن الله تعالى. مشاهدينا فاصل ونواصل، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ولازلنا طبعا في موضوعنا ومعنا طبعا ضيفتنا صابرين اليماحي المرشحة عن إمارة الفجيرة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019. أهلا وسهلا فيك أستاذة صابرين. حياك الله. مرحبا. حياك الله. تحدثتي قبل طبعا الفاصل عن المحور الأول، وهو طبعا نحو أسرة متماسكة اجتماعيا ومستقرة ماديا، وأيضا تطرقتي إلى التعليم أيضا من ضمن المحاور التي تطرقت لها في برنامج الانتخابي التوطين. خبرينا شو هي الخطة، أو خلينا نقول الأفكار التي وضعتيها مبدئيا تجاه هذا المحور. بالنسبة للتوطين ما شاء الله ملف خذ حيز اهتمام كبير وبالغ من الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ويطول بعمره. طبعا طلعت قرارات جديدة بعد آخر اجتماع مجلس الوزراء، وهذا شيء مبشر بالخير الحمد لله رب العالمين بالنسبة للي ينتظرون وظائف من المواطنين. من وجهة نظري أنه ممكن على أساس أن نستحدث بعض الأشياء خاصة في ملف التوطين. أول شيء التوطين معناته أني أنا أسوي إحلال لبعض الوظائف اللي يتواجد عندي مواطنين ممكن ومؤهلين وعندهم القدرات أنهم يمسكونها. لبعض الوظائف في الحكومة في المحليات، وهذا بساعد في التوطين. النقطة الثانية أني أستحدث أو أني أوجد أخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في أماكنهم في مناطقهم من خلال زيادة تمثيل الوزارات والدوائر الحكومية والمحلية في المناطق. أنت لما توفر مكان أو مركز يخدم المواطنين، أنت وفرت على المواطن
الانتقال لإنهاء إجراءات معينة أو الحصول على خدمات معينة، وفي نفس الوقت وظفت أهل المنطقة اللي موجودين، يعني خلقت فرص جديدة من العمل في مكانهم، قريبين منهم، قريبين من أهلهم، الأم قريبة من عيالها، الأب قريب حتى من عائلته. بهالطريقة أتوقع أن إن شاء الله راح نوصل الفكر والتوجه اللي موجهنا إن شاء الله الشيخ محمد بن راشد ومن خلال التوطين إن شاء الله. أستاذ صبرين، تضرقتي في محور من محاور برنامج انتخابي لتعبيد الطرق الداخلية، تعبيد الطرق الداخلية في إمارة الفجيرة، خلينا نتكلم عن هذا المحور. تعبيد الطرق الداخلية في المناطق اللي عندنا، ممكن عندنا مناطق جبلية، عندنا مناطق شوي بعيدة عن المرافق العامة كذا، تحتاج لهذه الطرق عشان أقضي تماما، صراحة ما أقول خفف، وأن نقضي على حوادث الدهس اللي ممكن تحصل فيها. إحنا جتنا أكثر من واحد تكلمني في هالموضوع هذا في هذه القرى، خلنا نقول تصير عندهم حوادث دهس، تصير معهم حوادث بين أريات نفسها بين المركبات بسبب الظلام اللي موجود وبسبب وعورة الطريق. ومن ناحية ثانية، من أن إحنا نسعى لمنظر حضاري إن شاء الله لدولة الإمارات كلها على نفس المستوى وعلى نفس النسق. فتعبيد الطرق الداخلية مطلب أساسي لازم يتم مناقشته إن شاء الله تحت قبضة بإذن الله تعالى. أشرتي أيضا إلى محور معالجة الديون في برنامج الانتخابي، يعني ما التفاصيل التي وضعتيها أيضا لهذا المحور؟ إحنا أخوي لو بنذكر أسباب الديون، شو أسبابها مثلا؟ ممكن يكون واحد مدين علشان يبني بيت، صحيح، أو مدين علشان يتزوج، أو مدين حتى علشان يشتري سيارة. اللي يبني البيت أريد، إحنا بنقول إن الدولة موفرت له مثلا مبلغ وقدره علشان إنه يبني بيته، هذا بالنسبة للسقف راتب معين. أما اللي ما يشمله هذا القانون مضطر أنه يدين لبيته كامل، ومن هالمنطلق نقول أن منحة السكن هذا حق كل مواطن، صحيح، أيا كان مستوى راتبه. النقطة الثانية، أنت وفرت مبلغ تدعم في هذا المواطن هذا، لكن الأساسيات البناء نفسها، إذا بنتكلم عن حديد، بنتكلم عن اسمنت، بنتكلم عن مقاول، ربح مقاول، هالأشياء كلها غير مدعومة. فأنت محتاج أن تدعمه على أساس يكفي المبلغ اللي هو قاعد يتقاضى من عندك، فبالتالي لأنه ما يكفي يضطر أنه يأخذ ديون، يغرق في ديون. الزواج نفس الفكرة، تكاليف الزواج المرتفعة باهظة جدا، وكل مغالاة فيها غير طبيعية، هذه لازم تحدد لها سقف معين من قبل الجهات الاجتماعية للأسر نفسها، أنها ما تتجاوز هذه المبالغ محددة. فبالتالي أنا ريحته من الديون في هالمجال هذا. ايضا بالنسبه للي سقف رواتبهم اصلا منخفض، البنوك قاعده تعطيهم المبالغ الديون اللي تسمح له بالديون فوق طاقته، صح. فاحنا محتاجين ان قانون البنك المركزي اللي هو اعتقد هو في قانون يحد يعطي مجال معين للرواتب، لكن يتم التحايل فيه عن طريق بطاقات الماستر كارد والفيزا، صح، كارد وكذا، انا افتح لك بال50 وبال60 الف اعلى عن راتبك انت ممكن تصرفه خلال سنه، وبالتالي زيادة الديون على كاهل المواطن. فإحنا محتاجين مناقشة بعض آليات اللي هي تقييد هذه الديون على من خلال البنوك والقروض اللي ممكن يحصل عليها، حتى يعني إيجاد آليات يعني وبرامج توجيهية للشباب، توجيهية حتى للشباب، يعني ذاتهم أكثر ناس يدينون الشباب. أول ما يداومون على طول يضرب له سلفية، ياخذ سيارة ممكن تكون من السيارات الفارهة اللي انت مش ما عندك اصلا تسلم، وبعد فترة من الزمن قلت انا بتبيعها، انت ما خلصت قسطها ولا هي جابت لك حتى المبلغ اللي، صحيح، انت صرفت عليها، صحيح. هاي بعد محتاجين توجيه ثقافة معينة، نعم، توجيه ثقافة معينة، واللي هي تنبع اصلا من الأسرة، من الأسرة، صحيح. هاي الثقافة يعني مسؤولية الأسرة داخل البيت، أني أنا لازم أوجه أبنائي، أوجه أنا، وأنا كأم نفسي، كأم كزوجة، أي أراعي ظروف زوجي، أراعي ظروف العمل إذا كنت أنا أشتغل، أنا ما أحمل نفسي وأحمل زوجي أكثر من طاقتنا، وبالتالي أبنائي يعيشوا على نفس المستوى، يبوا يعيشوا على نفسه،
يضطروا للديون. من ينجبرون انه ياخذون الديون مثل ما انت قلتي لظروف معينه اللي هي الاساسيه للبيت للاساسيات الاساسيه. لكن اليوم للاسف ان صارت ديون للكماليات يعني كماليات وللمقارنات، ومش بس وصلنا لمشكله الديون، نتطرق لمشاكل استقرار اسره تحدث الطلاق وتحدث المشكلات الموجوده في الاسره وتسبب المقارنات. الديون والمقارنات الديون والمقارنات. نعم استاذه صابرين سلطتي في محورك الاخير في برنامج انتخابي على الخبراء الوطن، هل تقصدين بهم الموظفين اللي تقاعدوا يعني اللي نستفيد من خبراتهم؟ نعم نستفيد من خبرات هذه اللي قاعد يشتغل 20 سنة وأكثر من 20 سنة هذا خبرة. فطبعا يطلع على يتقاعد راتبه ممكن يقل يعني مستوى المعيشة اللي كان عايش فيه راح يضطر أنه يعيش في مستوى أقل. إحنا ما نقول يعيش في مستوى أقل، إحنا نقول نستفيد من هالخبرات حتى بوظائف مرنة للخبراء هذه. نعم. نستفيد منهم نستفيد من خبرتهم، لأن مهما الحمد لله إحنا وصلنا للفضاء وبالتالي الناس اللي ساعدتنا علشان نوصل لهالشيء هذا إحنا محتاجينهم في كل مجال ومحتاجينهم في كل وقت. فتوظيف هذه لخبراء الوطن والاستفادة من خبراتهم عن طريق جعلهم كمرشدين أو جعلهم كخبراء في نفس المكان اللي هم تقاعدوا منه بأيام عمل مرنة حتى لو برواتب أقل لكنها تساند الراتب اللي موجود. نعم. معه أنا كذا استفدت من هذه الخبرة وبنفس الوقت عيشته في نفس المستوى اللي كانوا عايش فيه قبل. أكيد الله يعطيك العافية الأستاذة صابرين حسن سعيد محمد اليماحي المرشحة عن إمارة أبو الفجيرة، شكرا على تواجدك اليوم معنا في برنامج سبعة على سبعة. شكرا للوصول. شكرا أستاذة صابرين ما قصرت. يعطيك الله يحفظك محاولة جميلة. الله يعطيك العافية. مشاهدينا إلى موضوع آخر، مؤتمر مستقبل شبكات صرف مياه الأمطار لبلدية أبو ظبي، حيث انطلقت أمس في أبو ظبي أعمال مؤتمر مستقبل شبكات صرف مياه الأمطار 2019 والذي يقام تحت رعاية بلدية مدينة أبو ظبي والتي استمرت حتى اليوم. يشهد المؤتمر الذي ينظم بشكل سنوي مشاركة العديد من الخبراء والجهات المختصة في مجال إدارة شبكات صرف مياه الأمطار من القطاع الخاص والحكومي والخبراء الدوليين. للمزيد من التفاصيل نتابع معا هذا التقرير. تنظم بلدية مدينة أبو ظبي بالتعاون مع شركة ACM أعمال مؤتمر مستقبل مياه الأمطار السنوي والذي يستمر لمدة يومين ابتداء من اليوم. يهدف المؤتمر إلى تحقيق رؤية مشتركة لترسيخ أفضل الوسائل والتقنيات في ترشيد استهلاك واستغلال الثروة المائية بالشكل الأمثل، كذلك الاطلاع على آخر المستجدات فيما يخص بحيرات تجميع مياه الأمطار وآبار الحقل والحد من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتغذية الخزان الجوفي والحفاظ على نوعية المياه. اليوم يعزز المؤتمر فرص التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كذلك الشركات المصنعة للمنتجات المستخدمة في مجال شبكات صرف مياه الأمطار. نجاح المؤتمر في الأعوام السابقة جعل منه منصة مميزة للبحث والاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات المحلية والعالمية. اليوم يشهد المؤتمر استعراض العديد من أوراق العمل، كما يشارك نخبة من الخبراء في جلسات النقاش الفني لإثراء المؤتمر بخبراتهم وتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليها التقنيات في هذا المجال. بشكل عام قلة حدوث مياه الأمطار بتحدث عدة مرات معدودة في السنة، ولكن لما بتحدث مياه الأمطار بتكون الكثافة عالية، كثافة الأمطار بتكون عالية، وبالتالي الشبكة للصرف يجب أنها تستوعب كميات كبيرة ولكن لفترات محدودة في أثناء السنة كلها، وبالتالي شبكة الصرف تحتاج لصيانة دائمة بالنسبة للإطمئنان إن الشبكة بتكون جاهزة عند حدوث الأمطار في أي وقت من السنة. وطبعا مواسم الأمطار معروفة وبالتالي يجب الحفاظ على كفاءة الشبكة في فترات معينة من السنة بحيث أنها تستوعب مياه الأمطار اللي بتحصل في موسم الشتاء بالذات. الحقيقة فعلا دولة الإمارات العربية المتحدة البنية التحتية ممتازة، أكثر من ممتازة، مؤهلة لاستيعاب كميات الأمطار. يمكن فقط اللي محتاجين ان احنا نركز عليه اللي هو الصيانه
الدائمة للشبكة الموجودة، لكن شبكة صرف الأمطار الموجودة تعتبر من أفضل الشبكات على مستوى العالم من ناحية التصميم، من ناحية الكفاءة، من ناحية الإدارة. يهدف مؤتمر صرف مياه الأمطار إلى الاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات الحديثة فيما يخص نظم صرف مياه الأمطار، ومشاركة نخبة من الخبراء تجاربهم المحلية والعالمية فيما يخص نظم صرف مياه الأمطار. شاركت بورقة عمل بعنوان تصميم نظم صرف مياه الأمطار المستدام في جزيرة الجبيل. صمم نظام صرف مياه الأمطار المستدام في جزيرة الجبيل بطريقة غير اعتيادية عن طريق استخدام المساحات الخضراء المفتوحة للتخلص من مياه الأمطار. مشاهدينا الكرام، أعلنت دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية عن إطلاق استطلاع دراسة الأسرة، والذي يهدف إلى قياس الوعي بالموضوعات الاجتماعية ودراسة العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات لدى الأفراد والأسر. وللتعرف على المزيد من التفاصيل مشاهدينا، معنا عبر الهاتف الأستاذة وفاء العلي، رئيس قسم استشارات أسرية في مؤسسة التنمية الأسرية. مرحبا بك أستاذة، ونورت البرنامج. مرحبا بكم، حياكم الله. الله يعطيك العافية. الله. أستاذة وفاء، خلينا نتكلم عن تفاصيل الاستطلاع وأهميته. بداية حابة أشكركم على الاستضافة. وبشأن استطلاع دراسة الأسرة اللي تم إطلاقه في يوم 24 سبتمبر من العام الحالي، نحن للأمانة تم العمل عليه من قبل دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية بإمارة أبوظبي. والهدف كان من هذا الاستطلاع أنه نحن نتعرف على احتياجات الأسر اللي تعيش في الإمارة، ونقيس الوعي بالموضوعات الاجتماعية، وندرس العوامل اللي تأثر في اتخاذ قرارات الأفراد والأسر. نعم. أستاذة وفاء. الاستطلاع. نعم. تفضلي. نعم. الاستطلاع كان يتضمن 14 مؤشر حيوي، ومرتبط كان بالفرد والأسرة. نعم. وشمل مجموعة من المؤشرات اللي هي كان من ضمنها التواصل الأسري، الزواج، كان أيضاً الترفيه، العنف الأسري. في أيضا موضوعات كانت مرتبطة بالعمل، بالرياضة، بقيادة المركبات، بالعمل التطوعي وبالقروض. نعم. مجموعة من المؤشرات. جميل. أستاذة وفاء، برأيك يعني ما مدى أهمية الدراسات الديموغرافية لقياس احتياجات المجتمع؟ للأمانة أن نتائج الاستطلاعات هذه ونتائج المسوحات وقياس احتياجات أفراد المجتمع راح تأثر على كافة الخدمات على مستوى القطاعات، بشكل خاص على القطاع الاجتماعي، وبشكل عام على القطاعات الأخرى. لأن نحن من خلال نتائج الاستطلاع بنتعرف على خصائص الأسر، وبنتعرف على العوامل المرتبطة بالمشكلات، وهذا راح يمكننا ويمكن جميع المؤسسات أن يكون في تخطيط مسبق للخدمات، ونستشرف مستقبل الخدمات الاجتماعية، وراح نضمن أن تكون خدماتنا خدمات موجهة وفيها قيمة مضافة، وراح تسهم في دعم استقرار الأسر إن شاء الله. أستاذ وفاء، خلينا نتكلم أو ما هي الخطوة التالية للاستبيان ورصد النتائج؟ إن شاء الله من خلال النتائج هذه راح يتم حصر النتائج ودراستها وربطها بمؤشرات أخرى، ومن خلاله راح نشوف راح يصير الاطلاع على الخطط الاستراتيجية على مستوى القطاع، وايضا راح نصمم خدمات راح تكون خدماتنا تلبي احتياجات المجتمع، لان بتكون ناشئه عن دراسه الاحتياج نفسه. نعم. شكرا لك الاستاذه وفاء العلي، رئيس قسم الاستشارات الاسريه في مؤسسه التنميه الاسريه، شكرا جزيلا لك. العفو، مرحبا بكم، حياكم الله. نعم. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا. يواصل مرشحين المجلس الوطني الاتحادي 2019 حملاتهم الانتخابية وسط تفاعل كبير من قبل جمهور الناخبين. اسمحوا لنا بأن نرحب بضيفنا في الاستوديو من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة الشارقة، الأستاذ علي عبد الله الناعور النقبي. مرحبا بك ونورت البرنامج. مرحبتين، الله يسلمك. أول بداية نشكركم على الاستضافة. منورنا، الله يحفظك. الله يحفظك، ان شاء الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله يا رب. الله يحفظك. عده مواضيع، اول شيء بنبدا معك، شو هي الاسباب اللي دفعتك للترشح خلال هذه الدوره انتخابات المجلس الوطني الاتحادي؟ وطبعا احنا اذا نتكلم عن المجلس الوطني الاتحادي، يعني من اللي هو السلطه الثالثه
أعتقد أن هني طموح، لابد أن يكون الطموح ما يكون مجرد قرار أنك أنت خضيته، سواء قرار بتسرع أو غيره. قرار لابد أن يكون قرار مدروس، أنت رايح لمجلس وطني اتحادي، لابد أنك أنت دارس هذا الشيء، ولابد أنك أنت عارف المكان اللي أنت ساير له شو هالمكان هذا. أعتقد أنا أول ما فكرت في دخولي للمجلس الوطني الاتحادي كان تفكيري كامل أني أنا شو اللي ممكن أني أدخل، يمكن أني أوصل إن شاء الله، ولكن شو اللي بقدر أسويه داخل المجلس، شو المجلس، شغل المجلس هذا شو بيكون، هل أني أنا بدخل في المجلس هذا وبيكون دوري سلبي وعادي؟ لا، حتى بديت بعد ما خذيت القرار أني أنا خلاص أني أدخل المجلس الوطني الاتحادي، بديت أفكر في البرنامج الانتخابي لي أنا. البرنامج الانتخابي بديت أسأل طبعا أصحاب الخبرات اللي قبلي أو أنهم اللي موجودين من قبل بالهذا، فشفت أن البرنامج الانتخابي حبيت، يعني شفت برامج انتخابية أنا سميتها برنامج ذهبية تعتبر، ولكن للأسف لما سألنا عرفنا أن البرامج فيها إحصائيات وفيها أرقام وفيها أشياء، يعني الصراحة الواحد يوقف أمامها، ولكن لما تسأل بعض هذا يقول إحنا يمكن ما قدرنا نحقق منها 10%. فرحت أنا لبرنامج الانتخابي خليته من تجارب شخصية، سواء كان من نفسي أنا وكلنا مجربينها، يعني خاصة في محاوري، المحاور اللي عندي أنا كتبتها بالبرنامج الانتخابي كانت برامج بسيطة جدا، يعني خليتها أنها أشياء سهلة، ممكن أي واحد يقرأ البرنامج الانتخابي مالي يقدر أنه يعرف شو تحتوي شو التوجه، شو يحتوي هذا البرنامج. فكان المحاور جدا بسيطة، يعني هي مجرد على ثلاث محاور تقريبا. نعم. سلط الضوء طبعا على محور التربية والتعليم، خلنا نتكلم عن هذا المحور. وزارة التربية والتعليم، أنا عندي طبعا وزارة التربية والتعليم، إحنا عندنا من المدرسة الإماراتية من أرقى المدارس، من أرقى التعليم عندنا. نعم. مخرجات التعليم قاعدين نشوفها في عيالنا النظام، يعني قدها، ولكن وزارة التربية والتعليم في كل مكان مهما انها تسوي، لان احنا عندنا عيالنا هناك، الواحد عياله موجودين داخل، فدائما الواحد اللي عنده عياله وغيره وتوصل لل يكون في الميدان، يكون نعم يكون يحس اكثر وفكر اكثر، فتحس انك لازم يكون عندك اشياء تحس انها سلبيه، ولكن ممكن تكون الوزاره فيها صح. انا منكست على ثلاث نقطتين اساسيتين، اللي هو نظام الثلاث فصول ونظام الفصلين او طول اليوم الدراسي. نظام الثلاث فصول انا ما ابغى اتكلم عنه وايد، بتكلم من شيء واحد، من هو الاستبيانات اللي صارت بخصوص هذا. صار استبيان من وزاره التربيه والتعليم نفسها، ولكن ما طلع شو نتيجته، ولكن اللي طلع الاستبيان من جريده البيان، ووصل المطالبه بالعوده لنظام الفصلين وصل تقريبا ل 90%، اعتقد انها نسبه كبيره هذه 90%. وهذا اللي شاركوا في الاستبيان مو بناس، يعني ناس من التربويين والمختصين أولياء الأمور، يعني شعب الإمارات أو جميع فئات، في جميع فئات شعب الإمارات. فأعتقد هني كان يمكن أن تكون وقفة لوزارة التربية والتعليم، يا العودة لنظام الفصلين، يا أن تطلع في بيان تطمن فيه أولياء الأمور، تطمن فيه الناس أن إحنا يعني أن ليش ما رجعنا. ممكن هي مو ملزومه، يعني ان وزاره التربيه والتعليم تطلع كل اللي عندها، يمكن في اشياء في خطط عندها هي خاصه فيها، يعني مو تقدر تكشفها لنا، ولكن على الاقل طمن، ما دام احنا وصلنا الاستبيان 90%، لابد كان من الوزاره انها يعني على الاقل تطلع، او انها ما ترجع لهذا، تطلع البيان اللي فيه. هنا النظام اللي هو طول اليوم الدراسي، طول اليوم الدراسي متعب لأولياء الأمور، للطالب نفسه، اجتهاد. مدارسنا احنا يعني خلينا نكون واضحين، مدارس مو مهيئة أن الطالب يقعد فيها للساعات 2 و3، وإحنا عارفين هذا، ونتكلم فيها في المجالس ومع بعض، لما نكون مع بعض نعرف أن الطالب يتعب، يوصل يطلع الساعة 2 أو 3 ثلاث، رجوعه للبيت بعد بروحه هذا قصة، بالحافلة لما يوصل ما يوصل للبيت، والازدحامات اللي ممكن يمر فيها. فهذا يعني الأشياء
اللي انا كتبته، ولكن الاشياء بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم عندهم اشياء بصراحه يعني مدرسه اماراتيه نفتخر فيها، وكل الاشياء اللي موجوده عندنا، واحنا مثل ما قلت ان الاشياء هاي قاعدين نشوفها بابنائنا يعني والحمد لله يعني. نعم. بالنسبه ايضا لمحور الديون والقروض السكنيه في برنامجك الانتخابي، شو اللي يتضمنه؟ القروض الديون والقروض السكنيه هذا شيء سبحان الله انا كتبته خاص فيني. انا كل مره اتكلم اقول انا مريت بهالتجربه، مريت بتجربه نعم. الديون. مريت بالتجربه هذه ما حبيت انها تروح بلاش. يعني تنسى او تكون شيء انا اخجل منه وابتعد عنه، لا. فكرت ان الديون افترض ان احنا ما دامي انا عندي تجربه انا قادر اني ادخل في المجلس وقادر اني انا عارف شو الاسباب اللي تودي للمديون. احنا عندنا شباب متعثرين، متعثر مو بمديون. شباب يطلع لك راتبه 20,000 باقي لي 2,000 بعده ما متزوج ولا عنده قرض سكني. يعني احنا وصلنا لشيء في الدين، شو الاسباب هذه؟ في لها اسباب كثيره. احنا ما محتاجين لقوانين او مواد او تشريع لهالاشياء، القوانين موجوده والتشريعات موجوده، ولكن انا اعتقد ان موجوده ما اللي مطلوب ان في المتابعه او متابعه الاعضاء السابقين اللي كتبوا بهالاشياء هذه او تكلموا في الاشياء هذه وكتبوا مثل ما قلت انا برامج انتخابيه ذهبيه يفترض ان احنا نستفيد منها، وان شاء الله ان بنستفيد منها. وما اعتقد في عضو، انا اذا رحت لاي عضو كاتب في شيء وهو مكمل فيها 20% انا اساله اقول له انت مكمل 20% انا بكمل عنك الباقي. ما اعتقد اي عضو، بالعكس انا لما بديت اكتب او فكرت في المجلس الوطني الاتحادي سالت عده ناس من سواء كان من اعضاء المجلس السابقين او اللي موجودين حاليا، كلهم افادوني بالشيء. فاحنا ممكن نكمل هذه الاشياء وهذه الاشياء، احنا ما نبغى بعد كم سنه عندنا متعثرين. هذا نيتي انا بالنسبه للخلق. مديون ما في مشكلة، ديون طبيعي راتبه 25,000 يدفع منه 3-4 راحته، بيسافر بياخذ سيارة بياخذ، بس ما ينزل انه يكون محتاج. صحيح. انه يضيع عائلة، انه يضيع نفسه، يعني يوصل انه يكون متعثر 2000 درهم 3000 درهم 10,000 درهم. احنا قاعدين نطالب في القطاع الخاص انه الراتب يروح لين 17,000. نعم. ولا عشان عندنا ناس مديونين يعني يستلم راتبه 10,000 وشاب، هني تحز بنفسي انا وانا شايف هذا الشيء وعارف كيف الوضع. في احنا عندنا اغراءات في البنوك، اغراءات مو طبيعيه. يعني ما نعتقد الاغراءات اللي قاعد تقدمها البنوك للشاب او للمواطن بشكل عام. في عندنا احنا اولياء امور كبار مديونين ومتعثرين، يعني احنا ما نقول بس الشباب ان والله البيت ولي الامر وهذا، في اولياء امور بروحهم انهم في عندهم هالمشاكل الديون. صحيح. فاحنا لازم ان احنا نوقف الاعلانات هذه، الاعلانات البنوك، وفي لابد ان تكون هناك الاعلانات تكون مدروسه اكثر لما تنزل. يعني انا بخبرك بشيء، لما اني نشوف الاعلانات او قرض التعليم، قرض التعليم موجود، القرض مده لمده سنه وتدفع القرض لمده 4 سنوات. يعني انا ادرس عيالي سنه وثلاث سنوات الثانيين اقعدهم في البيت لما اخلص القصد ادفع مره ثانيه. صحيح. يعني ما مقصود، ما القصد منه هذا انه انت تطلب نتيجه، ما تطلب نتيجه، تطلب نتيجه. فهني بالديون هني يفترض انها تكون قوانين، ما نحتاج، انا اقول لك قوانين ما نحتاج ولا نحتاج تشريعات، نحتاج متابعه فقط. تاكد من هذا الشيء، وان شاء الله اذا الله وفقني ودخلت المجلس باذن الله بيكون شغلي شاغل مساله الديون. نعم. ما توقيف الديون ولا تسديد الديون، ما حد يقول انه والله ماخذنها نقطه عشان تسديد الديون، لا، اذا قدرنا تسديد الديون هذا شيء الحمد لله كنا نتمنى، ولكن احنا مشكلتنا ما نبغى حد يكون عندنا متعثر. نعم. نبغى ناس طبيعيين مديون عنده قرض وخذ وخلص ويكون طبيعي يعني. صحيح. نعم. نعم. استاذ علي، سلطت في محورك او برنامجك الانتخابي على محور القطاع الخاص، خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. القطاع الخاص عندنا احنا في دولة الإمارات سبحان الله حكايته حكاية. نعم. احنا الحمد لله عندنا من افضل هذه الاشياء، يعني القطاع الخاص، الدول تسابق علينا تتوقع ويانا معاهدات واتفاقيات. نعم. وغيره، ولكن احنا ما قادرين نقنع القطاع الخاص في المواطن، ولا نفس الشيء قادرين نوفر نخلي القطاع الخاص يعطي راتب للمواطن. ونعرف احنا انه ما في قوانين هناك ولا تشريعات تجبر القطاع الخاص انه يعطي راتب
راتب يعني للمواطن براتب معين او تجبر القطاع الخاص تقول له والله لا لازم توظف مواطنين، ولكن هي في القناعه. ولكن احنا من حظنا الحمد لله، وان شاء الله اللي بيوصل للمجلس الوطني الاتحادي في الدوره هذه محظورين بقرار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. القرارات سواء القرارات السته الموجوده للتوطين وقرارات مجلس الوزراء امس اللي من ضمنها للتوطين، هاي دفعه كبيره ودعم كبير لكل واحد يبغى يشتغل في ملف التوطين. اعتقد حاليا احنا قعدنا تكلمنا لكن حاليا بصراحه بالنسبه للتوطين او القطاع الخاص يوقف الكلام الحين بادي العمل. اي شخص يوصل سواء انا او اي شخص يوصل ثاني ما عنده عذر بالنسبه للتوطين، مدعوم من الدوله من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. نعم. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، ان شاء الله فارق التوفيق باذن الله تعالى الاستاذ علي عبد الله الناعور النقبي مرشح لعضويه المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن الامارات الشارقه. شكرا جزيلا لك. شكرا جزاك الله، يعطيك العافيه. ما قصرت. الله يعافيكم. واكيد مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى موضوع ثاني، حيث عقدت بلدية دبي صباح أمس الأحد مؤتمرا صحفيا بمقرها للإعلان عن إطلاق مشروع المحطة المتطورة لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الحيوي في محطة ورسان، وذلك لاستغلال الغاز الحيوي في إنتاج الطاقة الخضراء، وهو المشروع الأول من نوعه في دبي، وذلك بالتعاون مع شركة فيوليا العالمية الرائدة في مجال المياه والطاقة والبيئة. والتعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال هذا التقرير نتابع. طبعا هو مشروع ورسان لتحويل الغاز الصادر من المحطة إلى طاقة نظيفة. المشروع رائد طبعا. هذا المشروع يأتي بتوجيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بتوفير بنية تحتية متطورة في إمارة دبي، وهذه أحد المشاريع اللي هو تحويل الغاز الصادر من المحطة إلى طاقة نظيفة يقلل من استهلاك الكهرباء الحالي ويقلل من الانبعاثات الكربونية الصادرة في الهواء. نحن نتكلم عن 31 ألف طن سنويا من الكربون بتوفر هذا المشروع. نتكلم عن تقليل استهلاك الكهرباء في المحطة بمقدار 50%، تحويل الغازات اللي هي الصادرة اللي طبعا تعتبر ضارة إلى طاقة نظيفة تستخدم لتشغيل المحطة. المشروع هذا يعتبر مشروع مميز وجديد على مستوى الإمارة، وتغيير في الثقافة الحكومية أن نشارك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بدون ما نحط أي وزن أو كاهل على ميزانيات الحكومة. نحقق أهدافنا ونساهم في اكتساب الخبرات من القطاع الخاص اللي يبونها من خارج الدولة، ومن كثير من المشاريع نفذوها. اليوم نحن محطاتنا تعتبر بشكل عام، لما تتكلم أي حد عن محطة صرف صحي تعتبر محطة مستهلكة للطاقة، ولكن نحن نشوفها بالاقتصاد التدويري. نطمح أن جميع محطاتنا تكون محطات منتجة للطاقة بدل ما هي مستهلكة من الطاقة. واليوم أعلننا عن أول مشروع هي أول خطوة في هذا المجال، أن نحول الغاز الحيوي اللي سابقاً كنا ننتجه في المحطة ويعد مشكلة من ناحية الروائح والانبعاثات الكربونية، ونحن كنا نحرق الغاز هذا، ولكن اليوم نحن نحول هذا الغاز إلى طاقة بيقلل علينا تكاليف الكهرباء المستخدمة في تشغيل المحطة بنسبة 50%. بهالطريقة نحن نحقق مبادئ الاقتصاد التدويري. حياكم المشاهدين، ونستكمل باقي فقراتنا مع المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. خلونا نرحب بالاستاذ فاطمه شهياري مرشحه لعضويه المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن اماره الفجيره. مرحبا بك يا رب فرج توافيج ان شاء الله. اللهم امين. الله يعطيك العافيه. بدايه استاذه فاطمه لو تكلمينا عن برنامج الانتخابي. اولا معكم فاطمه وصيد الشهياري اخذكم من اماره الفجيره رقم الترشيح 955.
البرنامج الانتخابي عندي فيه عدة محاور: الأسرة، نواة المجتمع، البنية التحتية، رعاية الشباب، التعليم والطلاب والمعلمين. عندي عدة محاور الصراحة متطرقة فيها، تقريبا 8 محاور، من ضمنها أصحاب الهمم، كبار المواطنين، عزوف الشباب عن الزواج. الأمور اللي نتناقش فيها دائما في الحياة العادية، ولكنها أمور لابد الواحد يتناقش فيها ويوصلها لأصحاب الاختصاص بإذن الله. نعم، خلينا نبدأ من نواة المجتمع. ذكرتي يعني من ضمن المحاور هي الأسرة، شو يعني ما هي خطتك وما هي نقاطك اللي تبغين تسلطين الضوء عليها من خلال الأسرة؟ من خلال الأسرة، الأسرة هي اللبنة الأساسية، كنا نعلم لإنشاء جيل صالح ومفيد وسليم لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الأسرة في عدة فئات، عندنا كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين المتعثرين ماديا، فئة البدون جزر القمر وأبناء المواطنات. وفي فكرة إنشاء معهد للتنمية الأسرية في إمارة الفجيرة بإذن الله، وبتكون الأولى من نوعها إذا الله راد وكتب لنا نكون في هذا المكان الطيب. استهدفنا وربة الأسرة بإذن الله. البدون مثلا، إذا بنتكلم عن البدون جزر القمر وأبناء المواطنات، للعلم إحنا ولله الحمد حكومتنا الرشيدة ودولة الإمارات ما مقصرة في هذه الفئة، وما عندنا إلا فئة قليلة جدا ونادرة بكلمة ما عندنا يمكن البدون. هذه الفئة فئة البدون موجودة، ولكن بنقول 1%، يمكن أقل من 1%. ولكن هذه الفئة، لأني أنا حصلت عندي في كثير من المواقف لأنهم ما قادرين يسووا تعديل وضع، والحكومة الحمد لله أرسلت لهم كل الدعائم على أساس أنهم يقدروا يسووا تعديل وضع عشان يكون عندهم جوازات جزر القمر ويقدروا يعيشوا حياتهم بطريقة سليمة وبحياة كريمة طيبة. ولكن في بعض الأسر، على أساس ما نتطرق ونطول الموضوع، ما يقدروا إلا يوم بيطلع واحد من أهلهم فوق السن القانوني عشان يستحدث لهم الأوراق. فأنا طالب مثلا إن شاء الله وأسعى أنه يكون الجهات المختصة تستثنيهم وتحاول، لأنه هذول الأشخاص لن يوصلوا لها السن، هم بدون دراسة، بدون ضمان صحي، بدونها. فإن شاء الله الجهات بتكون متعاونة بإذن الله. هذه فئة جدا قليلة والحكومة ويانا واقفة وبتوفر لهم هالشيء أكيد من ناحية من جهة الجهات المختصة بهذا الأمر. جزر القمر وأبناء المواطنات بعد للأمانة ماخذين حقوقهم، ولكن نسعى إلى دمجهم بشكل أكبر في المجتمع الإماراتي. لأنهم أساساً هذه الفئات ولدوا وترعرعوا وعاشوا وخدموا، ومنهم اللي توفوا على أرض الإمارات وتحت تراب الإمارات. فهم من النسيج الإماراتي، فلا بد أن الواحد ينظر لهم بنظرة أخرى. نعم، في أحد محاورك تكلمت عن فرص العمل أو التوظيف، خلينا نتكلم عن هذا المحور. بالنسبة لفرص العمل، الحمد لله، إذا ترى إحنا عندنا مشكلة إنه التخصصات، إذا كانت التخصصات موجودة في الجامعات، فلا بد يكون لها عمل في الجهات المختصة لها، صحيح؟ فتوفير عدد من الوظائف للتخصصات بشكل عام في الجهات المختصة، هذا مطلب من مطالب الخريجين الجدد. غير بعد عندنا ممكن نطبق فكرة موظف الظل. موظف الظل هذه إذا بنفكر فيها، في موظف عنده التزامات إدارية، ونخلي حد ثاني أو شخص ثاني طالب للعمل يكون تحت رئاسته، ولكن مساعدة. موظف الظل هذا اللي بيساعده يكون بشكل قانوني بعقد مختوم وموثق من الإدارة أو الجهات الأخرى المختصة فيه، وبراتب رمزي أو بمبلغ رمزي. في هذه الحالة احنا كسبنا شيئين: الخبرة والراتب وتوظيف العمالة. غير هذا، في القطاع الخاص عندنا عزوف شديد من الشباب والشابات للقطاع الخاص. لذلك ليش؟ لأنه عندنا الإجازات والرواتب تختلف عن القطاع الحكومي. فلو نساوي بطريقة أو بأخرى على الإجازات والرواتب المقدمة من الجهات الخاصة للشباب الخريجين، بيكون في والحوافز تكون في منح حوافز جديدة لهم، بيكون في إقبال، في إبداع، في ابتكار في موضوع التوظيف بشكل أكبر. عندكم بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، القطاع الخاص عندنا فترة العمل عندهم من الصبح إلى الظهر، من العصر إلى بالليل. فليش ما نخلي فريق عمل خاص من الصبح لين الظهر، من العصر هذا فريق خاص، شفتات يعني، هي، وهذا من العصر لين بالليل هذا هذا فريق عمل آخر، هذا براتب وهذا براتب. احنا في هذه الحالة قللنا عدد الساعات والعبء على الموظفين،
فهنا في هذا في هذه الحالة دخلنا أو زدنا من عدد العمالة المواطنة والخريجين في التوظيف، وفي هذه الحالة بعد خليناهم يكون عندهم خبرة ويكتسبوا خبرة في هذا المجال ويفتحوا لهم بعدين مشاريع تختص بهذا المجال، لأنهم خلاص عرفوا خذوا واكتسبوا خبرة من هذه الأمور. نعم. نعم. أيضا خلينا نتكلم عن دور تطوعي ما شاء الله قبل دخولك يعني لهذه العضوية أو أنت ترشحين نفسك لهذه العضوية. طبعا أنت ما شاء الله قمتي بأعمال تطوعية ومبادرات طرحتيها سابقا، خلينا نسلط الضوء عليها، شو هي؟ المبادرات كثيرة، عندنا مبادرة رمضانك مع سواعد زايد كانت لمدة سنتين متتاليات وإن شاء الله بتستمر بإذن المولى. مع اختلاف بسيط احتمال يكون متغير الاسم لأن الجمعية بيكون خلاص احنا اطلقنا جمعية وكان أول اطلاق لها عندكم انتم في قناة الفجيرة. نعم. طبعا مشكورة على هذا التعاون. فعندنا مبادرات أخرى وهي من ضمن المبادرات اللي أسعى بإذن الله أنها تطلق، اللي هي إطلاق مبادرة تعنى بتشخيص الإبداع لدى الصغار وصقل مواهبهم منذ الصغر، يعني نتابعهم ونشوف كل واحد منهم كيف. إطلاق أو العمل على عمل معسكر دائم. نعم. يختص بتخريج القيادات التطوعية من فئة الشباب والصغار. نعم. على مستوى الإمارة صحة وعلى مستوى الدولة والوطن العربي وبإذن الله عالميا. في بعد فكرة من الأفكار اللي إن شاء الله سترى النور بإذن الله سواء كنت أنا في المجلس أو بغيره، لأن الحكومة والجهات المختصة بإذن الله حكاما وشعبا ما يقصروا في هذه الأمور. عندنا احنا كطلاب وهي الفئة تستهدف اصلا طلاب الجامعات وكليات، الطالب اساسا اساس يخلص دراسته في الجامعة اقل شيء 4 سنين، فلنفرض انها 2 أو 3، كل ما ساقي باله كتب وكل كتب بقيمة معينة، فانا هذه السنة خلصت الكتب هذه ما صار لي اي يعني نفع فيها فبشتري غيرها. احنا بنحاول نسوي معرض خيري او معرض قراءة خيري يستقطب هذه الكتب، الشخص اللي محتاج لهذه الكتب والمساقات ياخذها من هذا المعرض يستخدمها وبعد فترة يرجعها وهكذا، لأنه هذه الكتب نبغي نستفيد منها في استخدامها لدى الطلاب وفي نفس الوقت ما تكدس في المكاتب أو ترمى في الحاويات، عفوا على هالكلمة حاويات النفاية. نعم. الأفضل استغلالها واستثمارها. نعم. هذه من ضمن الأفكار إن شاء الله اللي بتكون كشكل تطوعي. نعم. بإذن الله. في برنامج انتخابي كذلك سلطت على محور المطلقات والأرامل، خلينا نتكلم عن هذا. المطلقات والأرامل من كثر ما كان عندي استشارات تربوية وأسرية تختص بموضوع المطلقات والأرامل بالذات، عندهم ما بنقول معاناة بنقول إشكالية بسيطة وإن شاء الله ستحل بإذن الله. إحنا نتمنى ونسعى للوصول إلى رفع سقف المعونات الاجتماعية لدى المطلقات والأرامل، وخصوصا إذا كانوا يحتضنون أطفال، يعني هذول الأطفال من حقهم يعيشوا حياة كريمة. صحيح. وإذا كانت المطلقة أساسا عندها أطفال لابد من منحها بيت مستقل، ويفضل يكون بيت مش إنه يعني مبلغ كمنحة ويتفضل ويروح يراكض ويعني أساس الموضوع المستشارين وغيره، لأنه في النهاية المرأة تكون نفسها هي وعيالها، فبيت مستقل لضمان حياتهم الطيبة هذا أفضل شيء، يعني يضمن لكم أنها بتنشئ جيل طيب للمجتمع. غير هذا أنا بإذن الله من ضمن الأعمال اللي للمطلقات والأرامل أسعى بإذن الله أنه دعم العمل الأكاديمي المهني للمطلقات والأرامل عن طريق إنتاج فرص بإيجاد فرص عمل أو مشاريع خاصة فيهم. وبإذن الله بيكون تخصيص جائزة سنوية أكاديمية للمطلقات والأرامل عشان يعطيهم دافع يسوي لهم مشاريع خاصة فيهم ويثبتوا وجودهم في المجتمع، وبتكون إن شاء الله في إمارة الفجيرة هذا المشروع بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله تعالى. أيضا طرقتي لي معالجة الديون، ما هي المقترحات التي خرجت بها؟ بالنسبة لنا احنا نقول والله معالجة الديون هذا العيال البلاد في النهاية عيال زايد، وهم الأولى أنهم يعيشوا بحرية. نعم. واستقلالية واستقرار أكثر. نعم. بالنسبة للديون يا أنه كمقترح يلغوا أو إسقاط الديون بشكل 100% أو 80% مع مراعاة أنه عدم الاستدانة مرة أخرى من الشخص نفسه
من أي مصرف من المصارف الأخرى، يعني ما بيحول لي من هالبنك عشان يحول البنك الثاني عشان يقدر، طبعا بيكون متفاق مسبق من المصرف المركزي لمصارف الأخرى، مع دعمهم لمشاريع أخرى يكون دعمهم حق أو استفادتهم بمشاريع ذاتية ذات إنتاج ذاتي. نعم. للأشخاص نفسهم علشان يكون الاعتماد مش على دخل وراتب الجهة نفسها أو العمل، يكون له راتب أو دخل آخر يضمن لحياة كريمة. نعم. تحدثي عن المتقاعدين وكبار السن في أحد محاورك الانتخابية. نعم. كبار السن لو بنتكلم عنهم، كبار السن تراهم الأصل وهم خلاصة التربية لدينا، هم القدوة، هم الحصيلة الخبرات كلها. نعم. فمن مكاني هذا، وإن شاء الله إذا الله راد وكان هذا الشيء في مصلحتي ومصلحة شعبي وكنت في هذا المكان، وحتى ولو ما كنت، بأسعى إن شاء الله أن يكون نعمل دار أو استراحة لكبار المواطنين. المواطنين. نعم. لجلساتهم، لاستراحاتهم، ويكون مخصص لي بشكل وعليه ديكور بشكل تراثي. نعم. يعملوا فيه سواء الحريم أو الريايل، بس نعم. يكون مكان واسع يعني يرجعهم ذكريات. نعم. غير هذا نخاطب هيئة الأوقاف والإسلامية أساس تجيب لنا شيخ دين كل أسبوع مرة يحفظهم القرآن. حلو. يعلمهم التجويد، يحكي لهم قصص الأنبياء والرسل، وفي نفس الوقت إحنا نسوي عمل ورشات أو نعم. محاضرات يكون منو اللي قائم عليها، كبار السن هم اللي يعطوها للأطفال نعم. والشباب وغيرهم عساس أنهم يستفيدوا. نتمنى إن شاء الله التوفيق. نحن الوقت أدركنا. تفضل. معنول المحاور كثيرة يعني. ما شاء الله المحاور كثيرة. نحن نتمنى إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله كل الأمور يعني كل المحاور اللي ذكرتيها تحققينها. بس كلمة أخيرة نذكر رقمك الانتخابي عشان ذكر أيضا المشاهد، وما ننسى هذه أهم فقرة يعني. إن شاء الله. بس قبل كل شيء أهني دولة الإمارات برائد الفضاء الرائد المتميز هزاع المنصوري بوصوله للفضاء، والله يحفظه ويرده سالم غانم. وأعزي كل شعب الإمارات بشهداء الوطن وخصوصا منطقة دبا إمارتي، الله يرحمهم ويتغمد روحهم الجنة. وها نحن على ختام العرس الانتخابي، وإن شاء الله الله يوفقنا. أمين. وعندكم مرشحتكم فاطمة سيد الشهياري، مرشحتكم عن إمارة المجيرة رقم الترشيح 955، وأتمنى وقفتكم ودعمكم إذا كان هذا الشيء في مصلحتكم ومصلحتي. يعطيكم العافية. شكرا. أستاذة فاطمة الشهياري مرشحة عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة المجيرة، شكرا على تواجدك اليوم معنا ببرنامج 7 على 7. الله يرضى عليكم. تسلم. شكرا جزيلا. وأكيد وصلنا مع طبعا ضيفتنا لختام حلقتنا لهذه الليلة، تقبلوا تحياتنا، نلقاكم باكر في نفس الموعد. مع السلامة. الله يحفظكم. شكرا.